السلام عليكم، اهلا وسهلا بالمتتبعين ديالي. كنتمنى تكونوا بخير. صراحة كنت باقي الدرس، ما وصل الوقت، كننزل واحد في الاسبوع، ولكن نزولا عند الرغبة ديالكم وكنشكركم بزاف على التعليقات اللي جاتني، وطلبتوا مني انني نكمل لكم تهيئة ديال الامتحان لولوج مهن التربية والتكوين. قلت طلبتوا مني ننزل لكم درس النشاط العلمي، وانا اليوم نزولا عند الرغبه ديالكم غندير درس النشاط العلمي. كنشكركم بزاف، واللي كيعجب اللي عجبو الفيديو ما ينساش يدير لي لايك، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي ما ينساش يشارك فيها ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق. عارفه انكم قرب الامتحان وحايرين واحلين، الامتحان قرب وان شاء الله باذن الله كنتمنى التوفيق للجميع، ولكن انا كننصحكم بان خص اول حاجه تكون عندك الثقه في النفس. اذا الجديد اللي كاين هو ان النشاط العلمي كان كيتدرس وفق النهج العلمي، ولكن المنهج العلمي صافي ما بقاش هو المنهج اللي كنتبعو دابا في النشاط العلمي، ولينا كندرسو النشاط العلمي وفق نهج التقصي. اذا قبل ما نبداو النشاط العلمي كيفاش كندرسوه وفق نهج التقصي، نتعرفوا شنو هو التعلم وفق نهج التقصي. شنو هو؟ اذا يعتبر التعلم بنهج التقصي من اكثر الطرق فاعليه في تنميه التفكير العلمي لدى المتعلم، لانه يتيح الفرصه امامه لممارسه طرق العلم وعملياته ومهاراته، وفيه يسلك المتعلم سلوك العالم الصغير في بحثه وتواصله في النتائج. فهو الذي يحدد المشكلة ويضع الفرضيات ويجمع المعلومات ويختبر صحة الفرضيات ويتوصل إلى النتائج. إذا من هذه الجملة هنا كيبان لك شنو هي مراحل النشاط العلمي وفق نهج التقصي. إذا كما أن المتعلم بنهج التقصي يجعل المتعلم يفكر وينتج بدلا من أن يستقبل المعلومات ويحفظها، فلم يعد دور المدرس مجرد المدرس نقل المعلومات إلى التلاميذ، إنما هو موجه ومثير لهم، يعينهم على البحث والتقصي والاكتشاف من خلال وضعية الانطلاق المشكلة أو الأسئلة الفكرية التي تقدم لهم وتتحدى تفكيرهم وتحثهم لكي يبحثوا ويلاحظوا ويقيسوا ويختبروا ويجربوا إلى آخره. إذن هذا هو النهج التقصي، التعلم وفق نهج التقصي اللي كننهجوه في تدريس النشاط العلمي. اذا عندك شي واحد فيكم يدير المنهج العلمي؟ اذا المنهج العلمي راه ما بقاش، اذا الجديد هو نهج التقصي. اذا هنا كنطرحوا السؤال، شنو هي ادوار الاستاذ وادوار المتعلم في تدريس يعتمد على نهج التقصي؟ اول حاجه شنو هي مهام المدرس؟ المدرس ما بقاش هذاك الملقن، يعني تبدلات ليه الوظيفه ديالو. اذا فهو اقتراح، كيقترح الوضعيه ديال الانطلاق من خلال التحسيس والاستكشاف. قد يكون موضوعها تجربه او ملاحظه مباشره او دراسه وثيقه تثير اهتمام المتعلمين وتحثهم على طرح التساؤلات باعتماد الادوات الديدكتيكيه المتوفره، السبوره، الاوراق، المسلط العاكس، عارض الفيديو. إذا تشجيع المتعلمين على تقديم أجوبة أولوية وتفسيرات وطرح الفرضيات. إذا توزيع المتعلمين إلى مجموعات ودفعهم إلى التفكير في طرق تجريبية أو تحقيقات وثائقية للتقصي بخصوص الفرضيات. إذا هنا راه العمل في المجموعات هي من منهج التقصي. إذا تزويد كل مجموعة بالعدسة التجريبية في حالة إذا كانت تقصية بمناولة تجريبية، أو بالمعدات أو الوثائق التي يمكن أن تساعد على إنجاز التقصي. هنا كنطرحوا التساؤل، شنو هو دور المتعلم في نهج التقصي؟ إذا ركزوا عليه مزيان، لأن أكيد الامتحانات دائما كتعتمد على الفرنسية والعربية، اللغة العربية وتدريس العلوم الرياضيات والنشاط العلمي.
إذن أدوار المتعلم في تدريس يعتمد على نهج التقصي. شنو هو الدور المتعلم هنا؟ فهو كيتعرف على وضعية الانطلاق، يتساءل بخصوص الوضعية، يصوغ فرضيات تفسيرية، يناقش تفسيراته أو فرضياته مع زملائه داخل مجموعات صغيرة، يناول، يقوم بوصف النتائج المحصل عليها، يراجع تفسيراته في ضوء نتائج التجربة أو البحث الوثائقي أو الملاحظة، يبني ويقدم شروحات أو حلولا. إذن يستعمل ما أمكن لغة العلوم، يقدم حججه ويدعم آراءه، يتقاسم أفكاره، يصوغ نتائج المؤقتة أو النهائية شفاهيا وكتابيا. إذن هذه هي الأدوار ديال المتعلم في نهج التقصي. إذا الآن غنقدم لكم جدادة بالمستوى الثالث ابتدائي وفق نهج التقصي، غنقدم لكم هذا النموذج وعلي كنبنيو جميع الجدادات. إذا الجدادة ديالنا كنحددو فيها المادة اللي هي النشاط العلمي، كنحددو فيها المرحلة، احنا شمن مرحلة شمن أسبوع، إذا كاين المراحل والأسبوع، عندنا الموضوع والمستوى، عندنا الحصة، واش الحصة الأولى ولا الثانية، المدة الزمنية للحصة اللي هي 45 دقيقة، وكنحددو فيها الأهداف، الأهداف التعليمية. إذا هذه هي هذا كيتسمى لونطيت أو ديال الجدادة، يعني رأس الجدادة شنو خص تكتب فيه. مثلا هنا كاين نموذج ديال درس ديال التنفس، كان الأهداف التعليمية ديالو تحديد عملية التنفس في حركتي الشهيق والزفير، اكتشاف المجاري التنفسية العليا، جمع وتنظيم معلومات، البحث عن معلومات من مصادر مختلفة. إذن هذا هما الأهداف. بالنسبة كنحددوا الوسائل، وسائل العمل، كاين رسوم الكراسة، أقلام، كرة صوفية، معلقة بخيط مثبت على عمود ثابت، الموارد الرقمية المساعدة. إذن من بعد كتجينا هذيك الجدادة، داك الجدول شنو كيكون فيه. إذن كنديروا حصص الدرس، كاين خطوات التقصي، كاين المراحل، كاين أنشطة الأستاذ، كاين أنشطة المتعلم. مثلا في الحصة الأولى هذه غتحفظ، ضروري تحفظ الحصة الأولى، كتكون بالنسبة للحصة ديال هذا الدرس هي كتكون فيها أنشطة البناء المفهوم. إذن خطوات التقصي فيها كتكون وضعية الانطلاق، هاد المراحل ديالها تقديم وضعية الانطلاق، أنشطة الأستاذ يقدم المدرس للمتعلمين وضعية التحدي التالية، وكيدير أنشطة المتعلم عمل جماعي، ينجز المتعلم المنتدى والمهمة، يلاحظ باقي المتعلمين الأداء ويعبرون عن النتيجة. هنايا كنهضرو بشكل يعني فاغ، يعني باش كتبقى بحالكم واحد الجدادة بحال في شتيب، تبقى عندك حفظها بهذه الطريقة. من بعد منها كيجي كتجي الخطوات التالية، أننا الأستاذ شنو كيدير الأستاذ، اجعل أنفك أقرب ما يكون من الكرة دون لمسها، وحرص على عدم تحريكها، يعني كيحرك الكرة المتعلم، فشل محمد لم تتحرك الكرة، يشرحون حركة الكرة تحركت بفعلها، وكتبقى توصف الأنشطة اللي كيديروا التلاميذ، تحركت بفعل الهواء، كانت الكرة قريبة جدا من الأنف، يتناقشون جماعيا لتحديد مفهوم هواء الزفير، ويتناقشون جماعيا لتحديد مفهوم هواء الشهيق. إذن هنا كينتدب المعلم على التوالي متعلما عن كل مجموعة لرفع التحدي، يعني يطالب المتعلمين بملاحظة أداء أصدقائهم والتعبير عن النتائج، يستدرج المتعلمين لشرح تحرك الكرة في كل أداء، ودائما العمل كيكون في مجموعات، يدفعهم لتحديد سبب الحركة ومصدرها، تشير كل مجموعة لدخول هواء الشهيق وخروج هواء الزفير. إذن كيستثمر أجوبة المتعلمين ويطرح أسئلة من قبيل لماذا تتحرك الكرة في كل أداء. إذا العمل الجماعي كيصحوا إنتاجاتهم على ضوء التقاسم الجماعي، على السبورة، النموذج الموحد، يعني كيوحدوا النموذج ديالهم. ماذا نسمي الهواء الذي يخرج من الأنف؟ هل عملية دخول الهواء الزافر هي العملية الوحيدة التي تتم عبر الأنف؟ ما هي العمليات الأخرى؟ يقدم المتعلمين رسوم الوثيقة جوج لكل مجموعة
ويضع نفس الرأس مكبرا على السبورة ويطلب منهم الإشارة بسهمين لدخول الهواء الشهيق وخروج هواء الزفير. إذا هنا كتجي المرحلة مراحل التقصي اللي هي تملك الوضعية الإشكالية. إذا هنا كيطلب من المتعلم تفسير مدلول السهمين المستعملين في الرسم، وكيستدرج المتعلمين لتملك وصياغة المشكل التالي. يصيغوا المشكل، العمل دائما كيكون جماعي، كيفسروا مدلول السهمين المستعملين في الرسم وكيصيغوا المشكل. إذا كتجي اللي هو إلى أين يدخل هواء الشهيق، أين كان هواء الزفير. كتجي مرحلة طرح الفرضيات. بعد التذكير بالمشكل المطروح، يطالب المتعلمين بأخذ رسم الوثيقة وكيعملوا في مجموعات، كيرسموا المتعلمين مسار الهواء. دائما العمل كيكون جماعي. كيجي مرحلة التقصي. في هذه المرحلة هذه اكتساب المعارف العلمية وبنيتها. يطلب من المتعلم اقتراح أنشطة مناسبة للتقصي، تحديد مسار الهواء في الجسم، يقترح على المتعلمين النشاط التالي. يطالب كل متعلم بوضع يده اليمنى على صدره ويده اليسرى أسفل أنفه، ويلاحظ التغييرات التي تحدث على صدره أثناء عملية الشهيق كمرحلة أولى ثم عملية الزفير. إذا هنا كيكون المتعلمين كيقترحوا أنشطة للتقصي، ينجزون النشاط ويجيبون على الأسئلة بأجوبة مثل عملية الشهيق، يكبر صدري، ينتفخ، ترتفع يدي، أحسست بهواء بارد يدخل، عملية الزفير، يصغر حجم صدري، تنخفض يدي، يخرج من أنفي هواء دائفي. إذا هنا كتقبل جميع الأجوبة في هذه المرحلة التقصي، هنا كتقبل الأجوبة ديال المتعلمين. من بعد كيوجه النقاش بأسئلة كتوجه من قبيل بماذا تحس عندما تضع يدك اليمنى على صدرك وأنت تتنفس، وكيعبر المتعلم عن الملاحظات ديالو. هنا كيبقى يستبعد الفرضيات الخاطئة، كيبقى يستبعدها. استسمع، ما الذي أحسست به وأنت تضع يدك اليمنى اليسرى تحت أنفك؟ يتفرجون على الشريط ويعبرون عن ملاحظاتهم ويحددون المسار باعتماد المعجم العلمي المروج. إذا كيدفع المتعلمين للتعبير عن ملاحظاتهم واستبعاد الفرضيات الخاطئة. إذا كيجي النشاط الثاني. هذا النشاط التالي كيقدم المتعلمين شريطا وثائقيا حول مسار الهواء داخل المساكن العليا للجسم، ويدفعهم للتعبير عن أعضاء الجهاز التنفسي، كيوجههم لتحديد المسار. إذا كتجي المرحلة التقاسم، يعني تقاسم الحصيلة. كيرجع الأستاذ إلى النموذج الموحد المعلق على السبورة بعد إضافة أعضاء الجهاز التنفسي، وكيدفع التلاميذ لرسم المسار الصحيح للهواء داخل الجسم أثناء عملية الشهيق والزفير. هنا كيكون العمل جماعي. كيرسم المتعلمين المسار الصحيح للهواء داخل الجسم أثناء عملية الشهيق والزفير. كتجي مرحلة الاستنتاج. يدخل الهواء من الأنف أو الفم ويمر عبر القصبة الهوائية ليصل إلى الرئتين وتسمى عملية الشهيق. ينطلق الهواء من الرئتين عبر القصبة الهوائية ويخرج من الأنف أو الفم وتسمى عملية الزفير. إذن هنا كتسمى الاستنتاج. من بعد كتجي الحصة الثانية. الحصة الثانية هي كتكون فيها هي حصة خاصة بأنشطة الاستثمار والتطبيق. يعني كتكون أنشطة الاستثمار، كيقترح الأستاذ المجموعة ديال الوضعيات اللي كيستثمر فيها النتائج اللي توصلوا ليها. هنايا والمتعلم كينجز ولا كيحل الوضعية الملائمة، وكيلاحظ وكيتعرف على باش كيثبت هذيك المفاهيم العلمية اللي اكتسبها. كتجي أنشطة التقويم والدعم. أنشطة التقويم هنا الأستاذ أو المدرس كيتحقق من مدى تمكن المتعلم من نهج التقصي العلمي، ومدى إرساء المكتسبات، قوانين، مفاهيم، معلومات، مهارات، مواقف وقدراته على تعبئتها لحل وضعيات وأنشطة تطبيقية بهدف تثبيتها. كتجي أنشطة الدعم. هنا كتوضع واحد الخطة لتجاوز التعثرات وتعديل سيرورة التعليم والتعلم في مجال العلوم. كخلاصة كنقول بأن مراحل الدرس وفق نهج التقصي هي تقديم وضعيات الانطلاق، ثاني مرحلة تملك الوضعية الإشكالية، ثالث مرحلة هي طرح الفرضيات،
رابع مرحلة هي اكتساب المعارف العلمية وبنيتها. خامس مرحلة التقاسم. سادس مرحلة الاستنتاج. سابع مرحلة هي أنشطة الاستثمار. ثامن مرحلة هي أنشطة التقويم، وكتجي أنشطة الدعم. وهنا كتجي نهاية ديال الدرس. كنتمنى ينال الإعجاب ديالكم. إلا نال الإعجاب ديالكم، ما تنساوش تشتركوا في القناة ديالي وديروا لي لايك. إذن كنتمنى بالتوفيق والنجاح للجميع، وكنتمنى يكون درس مفيد لكم. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.